فشل معايا الفورمات تماما. ويندوز ووز انيبل تو كومبريت ذات فورمات، او هيقول لك الديسك محمي ضد الكتابه. خلاص قال لي البارتيشن كرييت ا بارتيشن، احنا كريتنا البارتيشن، الفلاشه بتاعتي رجعت بشكل خرافي والموضوع منتهي. اهلا وسهلا بمشاهدينا في حلقه جديده من حلقاتنا. النهارده هتكلم عن حاجه انا متاكد انها جابلتك، حاجه بتجابل كل المستخدمين، ان الفلاشه بتاعتك رافضه تتفرمت، ان الديسك محمي ضد الكتاب. المشكله دي منتشره جدا وسببها حاجه من اتنين، يا اما ركنت الفلاشه مده كبيره خالص، وفي الحاله دي اسمح لي اقول لك ان نسبه الخطر كبيره شويه وممكن الفلاشه ما ترجعش عشان اكون صريح معاك، بس هنجرب. او الفلاشه تكون شغاله بس انت تجلت عليها وسخنت، وفي الحاله دي لو الفلاشه ما احرجتش هترجع معاك على طول. بس كده هنتعلم النهارده اكتر من طريقه مختلفه، ان شاء الله طريقه منهم تظبط معاك، طرق بدون برامج وبدون ادوات، وممكن نستخدم ادوات خارجيه على حسب ما ندخل الديسك توب بتاعنا ونشوف مع بعضينا هنحتاج ايه في طريقه النهاية. وبعد ما دخلنا على الديسك توب بتاعنا هنبدا في خطوات الشرح العملي. مبدئيا بعد الحلقه دي الطرق اللي هشرحها النهارده لو في طريقه منهم ما نجحتش معاك، او بعد ما تجرب مجموعه الطرق الفلاشه ما اشتغلتش، يؤسفني جدا اقول لك ان الفلاشه بتاعتك بنسبه كبيره وممكن تتعدى 99% في قطع داخليه في الفلاشه بتاعتك او الميموري انها اتحرقت تماما. ندخل على ذس بي سي، الاقي الفلاشه بتاعتي انا مصرها ظاهره معايا بالشكل ده، لو دوست بروبرتيز كمان مش هيجيب لي حتى المساحه، يعني الفلاشه مش جاريه خالص. طيب التعامل هيكون معايا ازاي؟ اول حاجه طبعا المشاكل كلها معروفه، زي الديسك محمي ضد الكتابه، او بيطلب فورميت وبعدين الفورميت يفشل، مشاكل كتير جدا يعني. اوكي هبدا ادخل على الفلاشه بتاعتي، كليك يمين بعدين بروبرتيز من تحت، بعدين هدخل على واجهه الهاردوير. واجهه الهاردوير دي هضغط عليها كده، سوري التولز الادوات، لو نظام عربي تبقى الادوات. تمام، هنا بقى اول حاجه اللي هي ايرور شيك، اللي هي الاخطاء. انا هعمل شيك على اي اخطاء في الفلاشه بتاعتي، هقول له اعمل لي شيك كده بعدين ياس. تمام، عشان يعمل شيك طلب يعمل فورميت للفلاشه بتاعتي. تمام، هبدا اعمل له ريستور دايفز ديفولت واعمل ايه فورميت. لو الفلاشه بعد الفورميت نجح الفورميت غالبا كده الفلاشه المشكله اتحلت. طيب لو الفورميت فشل هنكمل في باقي الخطوات بتاعتي، هقول له ستارت مبدئيا بعدين اوكي وافضل منتظر كده. اول حاله معانا وهي حاله بسيطه جدا وخفيفه جدا، واسيب الفورميت يكمل. تمام، الفورميت بتاعنا نجح، والاحظ كده ان الفلاشه بتاعتي بقي فتحت معايا. طيب لو الفلاشه بتاعتي بقى دي كان عليها داتا مهمه، اول حاجه اعملها هعمل شيك بقى سكان اندر بير، صلح له الاخطاء اللي في الديسك بتاعي. خلص الداتا بتاعتها هتروح فين؟ تابعني والحلقه اللي جايه او اللي بعدها بالكتير هتكون عن استرجاع المحذوفات. تمام، خلينا في حلقه النهارده. هنا بيقول لي يور درايف was successfully scanned، خلاص اتفحص تمام يعني مفيش اي مشاكل، هقول له كلوز وكده اول مشكله اتحلت معانا. وبالمناسبه هتلاقي في الحلقه بتاعتنا حلقه قديمه كانت عن استرجاع المحذوفات. نبدا بقى نتعمق لو المشكله كانت اتقل من كده، نتعمق اكتر وهنفرض ان الفلاشه بقى ظاهره كده ورافضه الفورميت. خلينا نتفق من اللحظه دي كل هنجربه هي طرق، وارد تنجح وارد تفشل. تمام كده اتفقنا على المبدا ده. تمام، هدخل على جوجل وهدخل على اللينك ده، باختصار هحمل اداه اسمها يو اس بي ديسك ستروج فورميت تول، اداه بتفرمت لي اليو اس بي ديسك. بعد ما تعمل لها داونلود هدخل على الداونلود، ادي الاداه بتاعتي، هجيبها على الديسك توب كده ونعمل لها تثبيت مع بعضينا، بعدين ياس، نيكست 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 نيكست، انستول، انتهت عمليه التثبيت وظهرت معايا الايقونه بتاعتها على الديسك توب، وادي الواجهه بتاعتها. هنا هو تلقائي بيتعرف على الفلاشه اللي راكبه سان ديسك وجرها لي بالمساحه بتاعتها. انت هنا هتخلي نوع الفورمات ان تي اف اس، وهنا الشيك ديسك يفحص الديسك من ايه؟ كوريكت ايرور اللي هي التصحيح للاخطاء، وديرتي الشيك اف ديرتي، وسكان درايف، علم عليهم كلهم. بعدين فورمات ديسك كويك فورمات ولا ياخد وقته؟ هتجرب كويك تمام، ما ينفعش معاك هتجرب النوع الثاني. تمام، هنا ممكن نكتب اي اسم مثلا اي ان جي عادي جدا.
هنا قلنا ان تي اف اس خلاص بقى هقول له فورميت ديسك بالشكل ده. هنا تعمل شيك على الديسك تمام، بعدين هقول له فورميت، بعدين دو يو وانت تو ايرث اور داتا اللي في الدرايف جي دي، خلاص الداتا كلها هتتدمر هتتمحي بشكل نهائي. عمليه فورمات حرفيا اللي بتعملها الاداه دي غاشمه. هقول له يس وانتظر كده، ادي ستارتنج تو فورميت درايف تمام. هسيبه عادي ما نستعجلش خالص، البرنامج ياخد وقت، هنفضل منتظرين. وبالمناسبه الاداه دي كمان هتفيدك في نقطه تانية، لو انت مثلا هتدي فلاشتك لحد هتبيعها بشكل نهائي مثلا، او عندك بارتيشن معين عايز تعمل عليه الحركه ده على كل بارتيشن، بحيث ان الصور والداتا لما تبيع الفلاشه بتاعتك ما حدش يقدر يرجع الداتا اللي كانت عليها او الصور اللي كانت اتحط عليها. الاداه دي مثاليه حرفيا، قوه فورمات رهيبه زي ما انت شايف بشكل يعني لا يصدق. الفلاشه مهما كان فيها اطال هتفتح، يعني هتفتح. سبب الاطاله ان انا عامل ايه؟ كوركت ايرورز، صلح لي الاخطاء اللي في الفلاشه دي، والفلاشه دي مليانه اخطاء. وطبعا هرجع لكم بعد ما تنتهي التجربه. وبعد ما بتنتهي الاداه زي ما انت شايف كده، بنلاحظ ان الفلاشه فتحت بشكل كويس جدا جدا جدا. وبعد ما بتخلص عمليه التحميل بلاحظ الفلاشه خلصت كده، والابلكيشن بيفصل نفسه تلقائي، وبتاخد الاسم اللي احنا كتبناه مع بعضينا تمام. دي يعتبر تاني طريقه معانا. دلوقتي بقى هشرح اخر واقوى طريقه. الفلاشه قدامنا بالشكل ده، كليك يمين فورميت، فتحت معايا قائمه الفورميت بالشكل اللي انت شايفه ده. هعمل لها ستارت اوكي، فشل معايا الفورمات تماما. ويندوز ووز انيبل تو كومبليت ذس فورميت، او هيقول لك الديسك محمي ضد الكتابه تمام. فكل ده اسباب هي نفس السبب في النهايه. فدي اقوى حاله انا بشرحها، واقوى حاله ان شاء الله نحلها مع بعضين. ادي فورميت اهو مش نافعه خالص، هكرر عمليه الفورمات تاني. ادي ريستور اي فات على حتى ان تي في اس الاقوى حاجه، ستار اوكي ما فيش خلاص، الويندوز مش انيبل بالمره. طيب ايه العمل في الحاله دي؟ الحاله دي هستعمل فيها السي ام دي، مش هنستعمل فيها اي برامج، بس مجموعه من الاكواد اللي هسيبها لك في وصف الفيديو تقدر تشوفها تمام. هاجي هنا، كل اللي انا هعمله ادي برضو مجموعه الاكواد بتاعتنا تمام. هكتب ديسك بارت بالشكل اللي انت شايفه ده، هاخد ديسك بارت دي كوبي واعمل لها بيست هنا تمام. ازاي فتحت السي ام دي؟ بدوس على زر الويندوز زائد حرف الار، بتفتح معايا قائمه ران تمام. بعدين اكتب سي ام دي موجه لاوامر، بعدين انتر تمام. تمام هفتح دي او ديسك بارت اجزاء الهارد يعني، وادوس انتر. دخلنا على الديسك بارت، بعد ما دخلني جوه الديسك بارت ادي ديسك بارت، هقول له اعمل لي ليست ديسك بارت، اديني قائمه بكل الديسكات اللي راكبه في الهارد بتاعي، بعدين اديله انتر. ظهر معايا مجموعه من الديسكات بالشكل اللي انت شايفه ده تمام. انا اقول له سيلكت ديسك، سيلكت ديسك بالشكل ده كوبي تمام، وهعمل بيست. سيلكت ديسك ايه بقى؟ ركز معايا، في ديسك 0 ديسك 1 ديسك 2. طب ديسك 0 ده هارد 232 جيجا، يبقى مش الفلاشه بتاعتي. ديسك 1 ده هارد 232 جيجا، ركز انت بتختار ايه علشان ده هيتفرمت تماما. ديسك 2 7633 ميجا بايت، يعني فلاشه 8 جيجا اوكي. فانا هختار ديسك، اكتب رقم 2 ودوس انتر. بيقول لي ان الديسك 2 ده سيلكت. طيب هقول له اعمل لي كلين، ليه؟ نظف لي الديسك ده، انا محتاج اعمل له تنظيف. بعدين ادوس انتر، هيحمل معايا شويه كده وهيعمل شكل الديسك بتاعي. وادي جالي برشاره ديسك بارت سكسيسد ان كليننج، خلاص هو نظف تمام. هقول له كرييت بارتيشن برايمري، اعمل لي البارتيشن ده اساسي كوبي كده، بعدين اعمل هنا بيست وادوس انتر بالشكل ده. خلاص قال لي البارتيشن كرييت ا بارتيشن، احنا كريتنا البارتيشن، والفوليوم كرييتد ا فوليوم، ده احنا كمان كريتنا لك المساحه اللي انت ما كنتش عارف تحصل عليها اللي هي 7633 ميجا. في ديسك كرييتد ا فيجوال ديسك، احنا عملنا لك ديسك مرئي كمان تقدر تشوفه، ده بيحل كمان مشكله الفلاشه اصلا كانت مختفيه، فكل المشاكل ده هو عايزها لي. طب لسه الفلاشه زي ما هي؟ هقول لك الموضوع دلوقتي خلص، هنسيب السي ام دي كده، بعدين ندوس على مانج، بعدين ديسك مانجمنت، هلاقي الفلاشه بتاعتي. هقول له خلاص هي ايه؟ اتكرتت المساحه بس لسه عايزه تتاسس تتعمل، فاقول له نيو سيمبل فورم، اعمل لي مساحه، نيكست 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 فينش. خلاص المساحه بتاعتي اتعملت، اتهيئت من اول وجديد، ده تشبيه بالظبط لضبط المصنع، اقوى كمان من ضبط المصنع تمام. هدخل على زيس بي سي بعد ما يحمل معايا بس شويه،
خلاص الموضوع منتهي، هفتح زيس بي سي، الفلاشة بتاعتي رجعت بشكل خرافي والموضوع منتهي. اتمنى تكونوا استفدتم من الحلقة، وشكرا خالص لمشاهدتكم. عرفت النهاردة اقوى 3 طرق ممكن تفتح بيهم اي فلاشة متعطلة معاك. شكرا خالص لمشاهدتكم، واسف ان بقول ده، بس لو الطرق دي ما نفعتش معاك للاسف 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 ما تدورش على حل الفلاشة بتاعتك، غطينا كل الطرق النهاردة. شكرا خالص لمشاهدتك.